بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العقائد كثيرة، عقائد أهل الأرض، وكل يدعي أنه على الحق وأن عقيدته هي العقيدة الصحيحة، ولكن الأمر ليس بالدعاء، إنما هو بالحقائق. والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء. الدعوة الصحيحة ليست عقيدة فلان أو عقيدة علان، الدعوة الصحيحة هي القائمة على الكتاب والسنة وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وما ترك أمته عليه، وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادتي ما سواه. وهذه عقيدة جميع الرسل، كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح عليه السلام، قالها من بعده من الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقد بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، والناس متفرقون في عباداتهم، منهم من يعبد الله على بقايا دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام، ومنهم من يعبد الله على ما وجد عليه آباءه وأجداده وقبيلته، فهم متفرقون في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم. الله جل وعلا بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحنيفية، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. هذه هي العقيدة الصحيحة، وهي عقيدة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما أنزل الله جل وعلا عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على الصبا صلى الله عليه وسلم ونادى بأعلى صوته، اجتمع الناس عليه. لما اجتمعوا عليه قال لهم صلى الله عليه وسلم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كلمة يجتمع عليكم بها العرب وتؤدي لكم اليهود والنصارى بها جزية. قال عمه أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟
فأنزل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته امرأتهم جميل، وكانت تعادل الرسول صلى الله عليه وسلم وتسميه مذمما بدل محمد. وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب يعني النميمة، تذم محمدا صلى الله عليه وسلم. في جيدها حبل من مسد، يعني من الليف. المسد هو الليف. فخيب الله ظن أبي لهب، ولهذا مات كافرا ولم يتب ولم يسلم، لأن الله قال له: تبت يدا أبي لهب. بسبب هذه المقابلة السيئة دعوة التوحيد، قال له: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قولوا لقوم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ خلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة التي هي دين آبائنا، إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب يختزنون الشيء لأنفسهم؟ هذه مقابلة أهل مكة بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم عمه أبو لهب وأتباعه، قابلوها بهذه المقابلة، مع أنهم أولى الناس بها لو أنهم استجابوا، ولكن الله حرمهم بسبب كفرهم وشركهم. ولكن الله هيأ لرسوله صلى الله عليه وسلم من آمن به وتابعه وناصره في مكة وفي المدينة من المهاجرين والأنصار، وعلى أيديهم انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بالدعوة إلى الله أولا، ثم بالجهاد في سبيل الله عز وجل. فظهرت هذه الدعوة في المشارق والمغارب ولله الحمد، بلغت مبلغ الليل والنهار، ودخل الناس في دين الله أفواجا. هذه العاقبة الحميدة للدعوة الصحيحة. وأما الدعوات الباطلة فإنها مهما كانت من القوة والثروة فإنها تتلاشى. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فهذه الدعوة ولله الحمد دعوة التوحيد، هي دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوة الأنبياء والمرسلين من قبله، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. هذه هي الدعوة الصحيحة، عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العليم.
هناك دعوات، هناك عقائد، وهناك جماعات، لكن لا نبقى إلا دعوة التوحيد الصحيحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الدعوة لا تنتصر بنفسها، وإنما تنتصر بأهلها إذا قاموا بها ودعوا إليها وجاهدوا في سبيلها، فإنها تنتصر بإذن الله ولا يقاومها شيء. ويجب على أهل هذه الدعوة أن يحملوها حملا صحيحا، وأن يبلغوها للناس. واليوم والحمد لله تيسرت وسائل نشر هذه الدعوة بما يسر الله من وسائل الاتصال، ومن وسائل البث، ومن وسائل وزارات الشؤون الإسلامية ووزارات الدعوة إلى الله عز وجل، تنتشر الدعوة بمشارق الأرض ومغاربها. كان في الزمان الأول تنتشر بواسطة الجهاد، الدعوة والجهاد في سبيل الله، والآن تنتشر بوسائل النقل والبث. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الوسائل يسمعها من في المشرق ومن في المغرب. الصلاة في الحرمين الشريفين تمثل الآن بمشارق الأرض ومغاربها، كأن أهل الأرض كلهم حاضرون في المسجد الحرام، وهذا من فضل الله وتوفيقه لهذه الدعوة التي يسر الله لها وسائل النقل السريع والشامل. ولكن إن كان هناك تقصير فهو منا، إن كان هناك تقصير فهو منا، ونستغفر الله. اليوم والحمد لله تيسرت وسائل نشر هذه الدعوة بأيسر السبل، وصارت تتغلغل حتى في المجاهل التي لا يصلها أحد، صارت هذه الدعوة تنتشر. بلغني أن رعاة البقر في أفريقيا وغيرها يجتمعون بعد فيما بين المغرب والعشاء، يستمعون برنامج نور على الدرب، واستفادوا من هذا فائدة كبيرة، وتعلموا شيئا لم يكونوا يعلمون. هذا من نعم الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا إخوان، هذه العقيدة الصحيحة هي معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يقبل عمل مهما كان إلا إذا كان مبنيا على هذه العقيدة الصحيحة. لا يقبل عمل مهما كان ومهما انفق فيه وتعب فيه، لن يقبل إلا إذا كان مبنيا على هذه العقيدة الصحيحة. ولهذا كان لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن
معلما وقاضيا ومرشدا. قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. انظر، هم علماء أهل الكتاب ومع هذا لا يعرفون لا إله إلا الله، يحتاجون إلى من يدعوهم إليه. تأتي قوما من أهل الكتاب، كتاب التوراة والإنجيل، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فدل على أنه قد يكون هناك علماء يحتاجون إلى من يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الحديث كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذا الحديث، علماء يحتاجون إلى الدعوة إلى الله عز وجل، فكيف بالعوام؟ كيف الجهال؟ فالواجب عظيم والتقصير كثير، ولكن يجب التنبه لهذا. هذه الدعوة إن لم يقوم بها أهلها فإن الله يأتي بقوم آخرين. الله حافظ لدينه، ما يضيع دينه، لكن نحن الذين نضيع إذا أهملنا هذه الدعوة، فرطنا فيها. فإن تتولوا استبدل قوما غيره ثم لا يكونوا أمثال. فهذه الدعوة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، نحتاج منا إلى أن ندعو إليها ونبينها للناس ونوضحها للناس ونعلم الناس هذه العقيدة الصحيحة. ولا كل يدعي أنه على الحق وأنه على عقيدة صحيحة، لكن عندما تعرض هذه العقائد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتبين أنها غير صحيحة، لا صحيحة إلا ما وافق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وافق الكتاب والسنة، هذه هي الدعوة الصحيحة، ولكنها تحتاج إلى تعلم وتعليم، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى اهتمام حتى تحمل حملا صحيحا وتبلغ للناس. قد يبلغها بعض الناس وهو يتهور يغلط في ذلك وتكون المصيبة عظيمة حينئذ، ولا بد أن ندرس هذه العقيدة لأبنائنا وجيراننا ومن حولنا في المساجد، المدارس، المعاهد، الكليات. الواجب علينا أكثر من الواجب على غيرنا، لأننا نحن الذين نقوم على شؤون الحرمين الشريفين، قبلة المسلمين، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يفد لهم العالم الإسلامي. فرصة لنا أن نبين لهم هذه العقيدة حينما يأتون ليصبروا بها إلى أقوامهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالفرصة بأيدينا ولله الحمد، والناس يأتون إلينا. لماذا يصبرون؟ يصبرون بجهل وعقائدهم الباطلة، أم يصبرون بعقيدة صحيحة ومنهج سليم؟ هذا هو واجبنا نحوهم. ليس المهم أن نؤمن لهم الطعام والشراب، الأهم من ذلك، هذا مهم، لكن أهم من ذلك أن نهيئ لهم العقيدة الصحيحة ونبينها لهم بطريقة مبسطة وسهلة لعوامهم. وأما علماؤهم فهؤلاء يحتاجون إلى أكثر من ذلك. فيهم علماء لكن يحتاجون إلى بيان عليهم. سمعتم قوله، صلى الله عليه وسلم، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه أن العلماء يحتاجون إلى الدعوة. العلماء يحتاجون إلى الدعوة، مع أن أهل الكتاب أهل العلم، ولكنهم يجهلون هذه العقيدة. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر، وأن نقوم ببيانه للناس ودعوة الناس إليه. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم، يقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي بن أبي طالب لما أعطاه الراية يوم الخير، فقال له: انزل على رسلك، انزل على رسلك إلى حصن اليهود في خير، انزل على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام. ما قال قاتلهم على طول، ادعهم إلى الإسلام، لأن مقصودنا ما هو سفك الدماء وأخذ الأموال وأخذ المغانم، مقصودنا هو نشر هذه الدعوة ثم ادعهم إلى الإسلام. ولم يكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم، ثم ادعهم إلى الإسلام وبين لهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما هو بس ندعوهم إلى الإسلام، كلنا يدعي إنه على الإسلام، لكن بين لهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام. ومن هو الذي يستطيع يبين؟ هو علماء هذه الدعوة المباركة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. اشرح لهم الإسلام ما كثير من الناس يقول: أنا مسلم، لكن لو تسأله ما هو الإسلام ما هو الإسلام اليوم؟ ما يستطيع، لأنه ما تعلم، ولا علمناه، ولا بيناه. أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لا يحيي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا له من فضل عظيم. كيف بالذي اهتدى على يديه أجيال وأجيال على دعوته المباركة الصحيحة؟ ماذا له من الأجور والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى؟ عمل يجري عليه وهو ميت، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن الشأن فينا نحن، نحن الآن في الميدان بعد هؤلاء السلف الصالح، يجب علينا أن نهتم بهذا الأمر، الإسلام بيانه للناس، الدعوة إليه والجهاد في سبيله.
هذا هو الواجب على هذه الأمة المحمدية، لا تتصل على نفسها وإنما تنفع غيرها. وكل من ضل عن هذه العقيدة وانحرف عنها فإنه ينالنا قسط من الإثم، إن لم يكن الإثم كله في تقصيرنا في بيان هذه العقيدة، تدريسها للناس وبيانها للناس ولو بطرق يسيرة ومبسطة. فالواجب علينا جميعا أيها الإخوة، وفيكم علماء، فيكم طلبة علم، فيكم مدرسون، وفيكم طلاب، أن نبين موقفنا من هذه العقيدة الصحيحة وماذا بذلنا في سبيلها، وإلا فإن الله جل وعلا يسألنا عن ذلك يوم القيامة. إن هذه العقيدة لا تنتصر بنفسها وإنما تنتصر بأهلها الذين يحملونها ويبلغونها للناس ويجاهدون في سبيلها حتى ترتفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في مشارق الأرض ومغاربها. فالواجب علينا عظيم والمسؤولية كبيرة، ولكن من يتق الله يجعل له مخرجا، من يتوكل على الله فهو حسبه. علينا أن نهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام، أن ندرسه، أن ندرسه، أن نحمله وندعو إليه حتى يحصل لنا الأجر ونسلم من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. فهذه البلاد عليها مسؤولية من ناحية موقفها من العالم، وهو قلب الجزيرة العربية التي انبثق منها هذا النور إلى العالم. ونحن بصفتنا نحمل أيضا مسؤولية تيسير السبيل للحجاج والمعتمرين والزائرين لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. مسؤوليتنا عظيمة أن نتلقاهم وأن ننشر الخير فيهم وأن ندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وأن لا ينصرفوا وهم على ما هم عليه من الأخطاء، بل ينصرفون بعقيدة صحيحة ومنهج سليم. هذا واجبنا، وهذا هذه مسؤوليتنا، وهذه هي الأمانة التي حملنا الله إياها، وكل منا مسؤول عنها بحسب مقدرته واستطاعته. عوامنا ولله الحمد يعرفون هذه العقيدة. أنت لو قرأت قصائده وقرأت تجد فيها العقيدة، هم ما درسوا لكن سمعوا، وهم عوام. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء. قال الله جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. والواجب علينا أكثر من الواجب على غيرنا، لأننا عرفنا هذه العقيدة.
على مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس الذين يأتون بالجهل ويصدرون بالجهل، يأتون بالخرافات ويصدرون بالخرافات، ونحن ما نهتم بها. إن الواجب علينا عظيم، المسؤولية علينا كبيرة، وهذه العقيدة ليست كلام زيد أو عمر أو فلان أو علان، العقيدة هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادة لا إله إلا الله ليس لفظا يقال باللسان، بل لها معنى ولها مقتضى، لها معنى لا بد أن تعرفه. شهادة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العليم الحكيم. معرفة معناها والعمل أهم شيء، بعد معرفة معناها العمل من مقتضاها. أما من لا يعرف معناها كيف يدعو إليه؟ ومن عرف معناها وهو لا يعمل بمقتضاها ما تستفاد من علمه، فلا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. وهذه الدعوة إلى الله على هذا النمط الشرعي فيها أجر كبير وخير كثير للإنسان ولمن استفاد منه وتعلم منه. فواجبنا عظيم نحو العالم الإسلامي يا عباد الله، لأن هذه البلاد هي قلب العالم الإسلامي، وهي في الجزيرة العربية التي انبثق منها نور الرسالة المحمدية، وهي القائمة على شؤون الحرمين الشريفين. مسؤوليتنا عظيمة والله نحو أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل بجهده، كل بجهده ومقدرته، وكل يحمل مسؤولية هذه الدعوة إلى الله عز وجل. فهذه العقيدة لها أهمية عظيمة. عمل بلا عقيدة كرأس كجسد بلا رأس، مهما كثرت الأعمار والمبرات إذا لم تكن موجهة من عقيدة صحيحة فإنها لا تنفع ولا تفيد شيئا. فهذه العقيدة التي هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، هذه العقيدة بهذا المعنى حمل ثقيل إلا على من سهله الله عليه، ممن اهتم به وبلغه قام بواجبه وبينه للناس. فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، وين البيان للناس؟ هذه مسؤولية